عم بيتذكر ان الراجل اللي عايز يخترعني الام ار اي هيلبس جاب ليه؟ عشان يبروتكت الام ار اي فروم ذا اكشن اوف 5 برايم اكزونيوتيف. يبقى الجابي وظيفته بروتكت ذا ام ار اي فروم ذا 5 برايم اكزونيوتيف. انا غطيت ال 5 برايم الانزيمات الشريره اللي اسمها 5 برايم اكزونيوتيف اللي كانت عايزه تقطع الام ار ان اي فروم ذا 5 برايم. مش بس كده يا جماعه، الجابي كمان مهمه فور انيشيشن اوف ترانزليشن. ترانزليشن تعني بروتين سينسز. لما ناخد ترانزليشن ان شاء الله هنعرف ان اول خطوه فيها اسمها انيشيشن، بيجي بروتين فاكتورز اسمها كاب بايندنج بروتين. الكاب بايندنج بروتين بتبايند على الكاب اللي موجوده في الفايف برايم اند وتبدا ترانزليشن. اقول لك حاجه ظريفه، لما تحب تبعت جواب لواحد زميلك، الجواب ده هتسيبه مفتوح اي حد يقراه ولا هتقفله عشان ما حدش يقراه غير اللي انت باعت له جواب؟ الام ار ان ايه رساله، رساله موجهه لمين؟ للريبوزوم. يبقى مين يقراها ولا اي حد تاني؟ قال لك الابن بيصير جي تي بي هي امبليت الرساله، هي امبليت الجواب. واول خطوه في الترجمه في الترانزيشن ان اشيل الكاب وابدا قرايه الابارتمنت. يا جماعه الموضوع في منتهى الجمال، والموضوع لو فهمته في منتهى الجمال وان شاء الله في امتحان، اول حاجه هيعملها الابارتمنت واسمها بوست ترانسكريبشن بروسيسنج تسمى كامل، وبالمعنى الحرفي كامل يعني ايه الاسكان؟ اديشن اوف كامل. الكاب دي نوعها ايه؟ اديداس ولا نايك؟ ولا 7 ميسال جي دي بي؟ 7 ميسال جي دي بي. يحصل فين الكابينج؟ عند ال 5 برايم اند. وظيفه الكابينج ايه؟ انا بروتكت ال 5 برايم اند فروم ذا اكشن اوف 5 برايم اند. وكمان قال لك امبورتنت فور انيشيشن اوف ترانزليشن. قفلت الرساله هي هذه الكلمه، واول خطوه في الترجمه، اول خطوه في الترانزليشن هي ريموفال اوف ذا كاب. بيجي بروتين اسمه كاب بايندنج بروتين، يشفق في الكاب اللي على الام ار ان اي يشيلها، وبعد كده ابدا قراءه الام ار ان اي. دي اول حاجه اسمها بوست ترانسكريبشن بروسيسنج تسمى كاب اوف ام ار ان اي. الحاجة الثانية كان أحمد جلال يعملها إنه يراجع تاني، ويراجع
in out of me. 5, going in, 2, 3, going in. B, enzyme, B, abda, in M or in M, 5, going in. This is 5, going in, 2, 3. As I might have the host with 5, going in, had the cap, and 5, going in. Go be enzyme, B, abda, M or in A, but in 3, going in, is the 3, going in, 2, 3. As an enzyme, then my attach an mRNA, with 3 prime N, رحت حطيت بولي A تيل على 3 prime N. وبالتالي دكاترة وظيفة البولي أدينيليشن بروتكت the 3 prime N from the action of 3 prime N genoplase. طب هل توقع إن البولي A تيل ده هيمنع 3 prime N genoplase تماما؟ مش هيمنعه هيشتغل برضه. ولكن على ما يوصل الى الكودونز هياخد وقت. انا حطيت 200 ايه فهيقعد يكسر في 200 ايه في الاول وعلى ما يوصل الكودون يبقى خد وقت. فبقول لك ايه؟ بقول لك ان البولي ايه تيل ده ليه وظيفه مهمه قوي بيديتيرمن الهاف لايف mRNA. بمعنى قال لك كل mRNA على قد ديله. فلو في ديل طويل الهاف لايف بتاعته يبقى كبير ويقعد فتره طويله يترجم ويحصل له ترانسليشن. طب لو كان البولي ايه ديل قصير قال لك الثري برايم انترفيز يقطعه بسرعه ويدخل على الكودونز يقطعها بسرعه. فالهاف لايف بتاع هذا الام ار ان ايه تبقى شورت. يبقى البولي اي تيل بيديترمن الهاف لايف اوف ام ار ان ايه. كل ما يكون البولي اي تيل طويل الهاف لايف يبقى لونج والام ار ان ايه يترجم لمرات عديده ويعمل لي بروتين اكتر من مره. وكل ما البولي اي تيل يبقى قصير الهاف لايف اوف ام ار ان ايه تبقى شورت ويترجم مره او مرتين ثم الام ار ان ايه يتقطع تماما ويختفي من الوجود. يبقى البولي ادرينيشن بروتكت 3 برايم ان اوف ام ار ان ايه فروم ذا اكشن اوف 3 برايم ان بليز وكمان بيديترمن الهاف لايف اوف ام ار ان ايه. حاجه كمان قال لك والله كمان البولي ادرينيشن بيزود الافشنسي اوف ترانزيشن. يعني كمان ليه علاقة بالترانزيشن. يبقى الجابنج كان مهم فور انيشيشن. أما البولي ادينيليشن قال لك بيزود الافشنسي اوف ترانزيشن. يا دكاترة بتكلم عن البوست ترانسكريبشن بروسيسنج اوف ام ار ان ايه. أربعة جابنج بولي ادينيليشن سبلايسنج اديتنج. بتكلم عن البولي ادينيليشن وقلت ادينيليشن اديشن اوف بولي اي دي 3 برايم ولا 5 برايم؟ 3 برايم ان وبتحصل بانزيم اسمه بولي اي بوليميريز والبولي اي تيل بيبايند فيها بروتين اسمها بولي اي تيل بايندنج بروتين. الامبورتنس بروتكت ذا 3 برايم ان فروم اكشن اوف 3 برايم اكزونيوكليز وكل اف ار ان اي على قد ديله. يعني البولي اي تيل يديترمن الهاف لايف اوف ام ار ان اي ذا لونجر ذا بولي اي تيل ذا لونجر ذا هاف لايف وذا شورتر ذا بولي اي تيل ذا شورتر ذا هاف لايف اوف ام ار ان اي. وكمان اذا كتر بيزود الافشنسي اوف ترانزيشن. هذا هو البروسيسنج الثاني اللي اسمه بولي ادينيليشن الثاني التاريخي يا جماعه. وساعات يجي اكونت لوحده كده اسمه سبلايسنج. يعني ايه سبلايسنج في اللغه؟ يا ريت سبلايسنج الثلاثي. كلمه سبلايسنج الثلاثي التالت قال لاحمد جلال انا هقطعه بنصين وهلزقك تاني. ده اللي هيحصل بالظبط للام ار ان ايه. انا هقطعه واعيد لازمه مره اخرى. سبلايسنج باي ديفينيشن يعني ايه؟ قال لك يعني بريسايز كاتنج اوف انجلز اند جوينينج ذا
neighboring exodus. Precise, any precise? Bidakka. Bidakkaya. Precise cutting of entrance and joining the neighboring exodus. Precise cutting of entrance and joining the neighboring exodus. إما معايا صح. أنا قلت هل كل السيكونس اللي موجود على الـ DNA كودينج ولا في سيكونس نون كودينج؟ قلت لك إن النون كودينج يسمى؟ انترو. اكزوز في عينك. نون كودينج يبقى انترو والكودينج اكزوز. قلت لك إن الاكزوز موجودين في مناطق والانترونس مناطق ولا الاكزوز انترابتد باي الانترونس؟ Exons interrupted by electrons. قال لك كمان لو في مضاد في ال DNA عبارة عن جين قال لك في وسط الجين ممكن ألاقي مناطق non-coding intro. بمعنى لو عندي ده جين معين هيعمل لي mRNA. قال لك هذا الجين مكون أهو من exon 1 المنقطة. بعده في حتة لنكودي إكزون وراء إكزون 2 وراء إكزون ثم إكزون 3 وراء إكزون ثم إكزون 4 ده في نفس الجين يا دكتور في نفس الجين اللي هيعمل mRNA واحد ألاقي فيه إكزون وسطها إكزون اكزونز وسطها في نفس الجين. قال لك والله انا هعمل ترانسكريبشن لكل جين وبالتالي هعمل ترانسكريبشن للاكزون والانترون. ده كان الدي ان ايه. قال لك ببني ام ار ان ايه من كل الجين دي كلها ترانسكريبشن ريجن واحد هعمل لها كلها ترانسكريبشن فيطلع لي ام ار ان ايه. هسيبه بقى بتاع كراشين ايه مكون من اكزون 1 انترو اكزون 2 انترو اكزون 3 انترو وكمان اكزون 4 يعني ميكروتاسكيل موجوده وده عندي هو عشان بروتين معين هي اللي فيها كودنج الاكزون ولا الانترو هي اللي فيها كودنج وهي اللي هترجمها لأمين مثلا يبقى انت عايز الانترون في حاجه؟ لا ولا اي حاجه. قال لك يجي انزيم يدعى سبلايسيزوم اسمه ايه في منتهى الاهميه للدوله اسمه سبلايسيزوم صفته انه ار ان ايه انزيم. أول صفحة وأول كلمة في شرط الإنزيم لما قلنا most enzymes are protein nature وقلت لي ليه يا دكتور كان في رايت ديزاين صحيح some enzymes are RNA in nature وكان اسمه من دلعين رايبوزايم هذا إكزامبل رايبوزايم للبايزيزوم يا جماعة هو RNA enzyme يسمى رايبوزايم أو أسمي RNA with catalytic activity اسمه سبلايسيزوم. قال لك يعمل ايه؟ قال لك يعمل بريسايس كاتنج للانترون. بيجي عند الجنكشن ما بين الاكسون والانترون يقطع. وبالتالي هيبقى عندي الاكسون سيباريتد عن الانترون. اكسون 1 لوحده، اكسون 2 لوحده، اكسون 3 لوحده، اكسون 4 كمان لوحده. انا كده عملت precise cutting. قال لك بعد كده اعمل ايه؟ قال لك اعمل joining للneighboring exons. خلاص لقيت الانترو بره كلها مش عايزها. طب امال هيعمل ايه؟ ولا ليها اي لازمه. هجيب الاكزونز اشبكها مع بعض. يبقى اكزون 1 كده 2 3 وادي اكزون 4 شبكتهم مع بعض وده الفاينل ام ار ان ايه اللي هيكون بالرايبوزوم ويحصل ترانزيشن. يا دكاتره الموضوع في منتهى الاهميه. اسمه بوست ترانسكريبشن بروسيسنج اوف ام ار ان ايه.
وبتكلم على داري بروسيسنج اسموث بلايسنج قصر ولز باي ديفينيشن بريسايز كاتنج اوف. اسمع صوته بقى في ايه؟ انترنس وجوينينج ذا نيبرينج اكسل هو ده بتعمل كله كاتنج اوف انترنس اند جوينينج اوف اكسل. صح كاتنج اوف انترنس اند جوينينج اوف اكسل ده سبلايسنج. طيب جميل جدا جدا. بيحصل بإنزيم اسمه إسبلايسيزوم. ده آر إن إيه إنزيم أو رايبوزايم أو آر إن إيه ويز كاتاليتيك أكتيفيتي. يقول لك هذا الإنزيم اللي اسمه إسبلايسيزوم مكون من حاجتين. حاجة أنتوا عارفينها كويس أوي اسمه إس إن آر إن إيه. سمول نيوكليير آر إن إيه. قلت لك أنا حاططهم قدام شوية. مكانه دلوقتي. وكمان باوند تو بروتين. Small nuclear RNA found to protein. في الأورال في سؤال مشهور جدا بيسأله كل الدكاترة ولو اتجاوب محدش بيفتح بقه مع التاني في الماركو فيش. بيسألك في الأورال ده جامد يا فاني سلايس. اه كنت بتسأل قوي. ده سلايس كاتنج اوف انترون اند جوينينج اوف اكسون. برافو عليك. بيحصل يا ابني بانزيم اسمه ايه؟ سلايسيزوم يا دكتور. ده RNA ويز كاتاليتيك اكتيفيتي. ايه يا ابني مكونات سبلايسيزوم؟ تقول يا دكتور ده عباره عن اس ان ار ان اي شابك في بروتين. يا ابني هو الاس ان ار ان اي يتصنع في جسمك ازاي؟ ايوه لو قلت الاجابه بهذا السيكونس مفيش اي سؤال تاني في الماركو فيش. او يقول لك العكس يقول لك يا ابني قول لي الار ان اي بوليمريز في اليوكاريوت. دول دكتور ار ان اي ولا بيبني 5.8 اس ار ار ان اي و18 اس ار ار ان اي و28 اس ار ار ان اي. دول يا دكتور بيبني ام ار ان اي. ايه يا ابني كمان اس ان ار ان اي وظيفته ايه؟ الاس ان ار ان اي وظيفته بيعمل انزيم اسمه سبلايسيزوم. ده مهم في ايه؟ السبلايسنج. دي فاين سبلايسنج كاتنج اوف انترون اند جوينينج اوف انترون. ده السيكونس بالظبط. كنت عارف انه بيطلع من حد فيه وانا ولا يا اما يبدا بسبلايسنج ويطلع الار ان اي ريزز يا اما بيبدا بالار ان اي ريزز ومنها على السبلايسنج. وفي الحالتين لو انت جاوبت مش بيكمل معاك اللاج. حصل اللي فاتت دي اتمحت من عندي. سؤال معروف ومحفوظ. طيب جميل جدا جدا جدا. انا هو عملت سبلايسنج ليه؟ ايه الامبورتنس اوف سبلايسنج؟ انا بعمل سبلايسنج ليه؟ اعلى معايا وافهم كويس. قال لك اول وظيفه للسبلايسنج يقول لك دي بتديكريز الانسيدنس اوف ميوتيشن. بتقلل احتمالات الميوتيشن. ازاي بقى؟ تخيل معايا لو كل السيكونس اللي موجود في الدي ان اي كودينج كله اكسون كله اكسون وحصل طريقه حصل ميوتيشن مش كده تحصل في الاكسون ويعمل لنا بروتين مختلف يروح الرايبوزوم عشان يحصل ترانزيشن. يبقى يديني امينو اسيد خاطئ وبروتين خاطئ وهيظهر ديزيز فيزا مرض. لا ده 40% من الدي ان اي فقط كودينج و 60% ران كودينج. فلو حصل ميوتيشن هتبقى ايه؟ يا اما تحصل في اكسون وغصب عني هيؤدي هذا الى ديزيز هيؤدي هذا الى مرض. يا اما تحصل في انترون والانترون ده بقطعه وبرميه ومش بيروح الريبوزوم وما عملوش ترانزيشن لن يظهر اي مرض. انا مش كده قللت احتمالات الاصابه بالامراض. كل يوم بيحصل عندنا ميوتيشنز لكن ما بيحصلش اقرب. الميوتيشن كوملي تيجي في انترون والانترون ده كوملي نان ترانسكرايبنج اريا ما يحصلهاش ترانسكريبشن. ولو حصل لها ترانسكريبشن انا بقطعها وبرميها بره وبالتالي مش هيحصل ديزيز. السؤال ده مشهور برضه في الاورال يقول لك يا ابني هل كل الدي ان اي كودنج؟ لا يا دكتور ده في كودنج سيكونس اسمه اكسون وفي نان كودنج سيكونس اسمه انترون. السؤال اللي بعده ايه يا ابني وظيفه الانترون؟ ما تجاوب ريديوس الميوتيشن انسنس اوف ميوتيشن. ده سؤال الدكتور احمد زكي بيمسحه والدكتور احمد سركيز. في دكتور اسمه دكتور احمد زكي والدكتور احمد سركيز
was if the patron decreased the incidence of mutation. ولو انت بقى فاهم الليله اشرح لها بقى. بعد كده بتتكلم. لا مش كله مش كله طبعا اللي هو بوست الجين يحصل له. سمعتي سؤال؟ الجين يحصل له. دول انترو بيروح في المعدة بيحصل ترانسكريبشن. انا قلت دلوقتي لو جاي جين وبوست انترو انا غصب عني هعمل ترانسكريبشن. كده بيتشيل. لكن لو هو انترو مش بوست الجين دي ترانسكريبشن. الغلط ما يحصلوش غلط. لكن لو في وسط الجين هعمله غصب عني وبعد ما اعمله هتطور فيه. يعني هو نوع بتاعه مفيد. دي اول وظيفه. بس هنا اكسشن عشان وسط الجين. الوظيفة الثانية اتفضلي. يا بالك انا كنت عايز اسال. فاكشن ان لو في ميوتيشن في حته انترون هتنور بيها. مش السبلايسون ده هو اللي بيقطع. فلو في ميوتيشن في حته ام ار ان اي انكودنج السبلايسون هيتحول بيها. فانا قللت احتمالات ظهور الامراض. دي حاجه. الحاجة التانية بقى في منتهى الأمان وعايز أتكلم شديد. قال لك اسمها alternative splicing. يعني إيه alternative splicing. ويطلع لك اهو ام ار ان ايه معين يكون لبروتين معين هو فين انت بسيكونس تاني. خلي مثلا في الاول اي 4 ثم اي 3 ثم اي 2 ثم اي 1. هل ده هو نفس الام ار ان ايه دول؟ ده ام ار ان ايه تاني يكون لبروتين مختلف. طب بص بقى ارمي 1 اكس ارمي فور دي خالص وخلي اكزون واحد مع اثنين مع ثلاثه. هو ده نفس التو ام ار اكس ده ام ار ان ايه ثالث يكون لبروتين ثالث. وده يا جماعه اللي اسمه الترنتيف سبلايسنج. انا قطعت الاندرون بقى عندي اكزونز منفصله عن بعض ارتبها والزقها زي ما انا عايز فيديني اكتر من نوع من الام ار ان ايز. يديني فاريبل تايبس اوف ام ار ان ايز تديني فاريبل تايبس اوف بروتين. وده سؤال ريتن واورال يقول لك كام نكسب من وات. ان ذا دي ان اي ذير از اونلي 30,000 جين كودينج فور 15 مليون بروتين. عارف ازاي؟ في بس 30,000 جين عندنا. ال 30,000 جين يطلعوا 15 مليون بروتين. ازاي؟ حسب كل الكلورين وهيبقى محطوط ازاي وترتيبهم. لان الجين يطلع ام ار ان اي. الام ار ان اي بالالترنتيف سبلايسنج تدي ميني ام ار ان ايز وكل ام ار ان اي يدي بروتين. حد فاهم حاجه؟ اكس بين واي في واحد خير درار
Ești. Ea să-l prinzi pe smoc. Ești de la Isis om. La arde e zai. Rai mu zai. Arde e la un catalytic activity. Mugea oameni ese în arde e în pinim arde e mă vreți? Nu. Mugea oameni ese طيب ايه الامبورتنس للكلوك سبلايسنج قال لك اول حاجه دي كريز ذا انستانس اوف ميوتيشن لان الانترو لما في ميوتيشن هتطول وكمان مهم الحاجه اسمها الترنتيف سبلايسنج ودي تدي فاليبل تايبس اوف ار ان اي وبالتالي فاليبل تايبس اوف بروتين ده الموضوع الهام قوي اللي اسمه سبلايسنج الرابع اسمه اديتنج الواد الرابع اللي كان بيستحمل احمد قال له ايه انا هعيد صياغتك من اول جميل جدا تحرير او اعاده صياغه زي الدكتور تعالى قال لي غير المقالات اللي هي هو الدكتور هو المحرر بيعيد صياغه المقالات فالايديتنج يعني تحرير او اعاده صياغه الموضوع ده يا جماعه في الامتحان لازم الامتحان ما تخش دور يعني يعني ايه كلمه editing by definition قال لك كلمه editing by definition يعني changing the coding information of mRNA طب يا جماعه عيد صياغه changing the coding information of mRNA ده معنى كلمه editing مش فاهم حاجه ومش عارف بيحصل ازاي وعايز اعرف اكزامبل اقول لك اكزامبل في اكزامبل يا جماعه جين اسمه ايه او بي جين هي دي ايه؟ اسمه يا جماعه؟ A و B G هذا ال A و B G انا معوقة كده ليه؟ موجود على الجنين وممكن يحصل له ترانسليشن في مكانين يا اما في الليفر يا اما في الانتست قال لك والله هذا الجين في الليفر يحصل له ترانسليشن ويديني ام ار ان ايه كامل الام ار ان ايه يحصل له ترانزليشن بالكامل كله فيديني بروتين اسمه A و B 100 بروتين اسمه ايه A و B 100 ده فين؟ في الانتست بقى نفس الجين اللي هو A و B جين يحصل له ترانسكريبشن فيطلع ام ار ان ايه كامل كامل كله قال لك لكن في مشكلة عندي في هذا الـ mRNA كودون اسمه CAA كودون اسمه يا جماعة CAA وفي انزيم اسمه سايتيدين دي أمينيز يعني وظيفته يعمل دي أمينيشن منين؟ للسايتيدين والسايتيدين لما يحصل له دي أمينيشن يبقى يوريدين وبالتالي الـ CAA يبقى يو اي هسه جه ان شاء الله او اللي بعدها هاخد اليو اي اي اسمه ستوب كود ووظيفته يعمل ستوب للترانزليشن فاول ما ده يحصل في الانتستين والسي اي اي يبقى يو اي اي هل هكمل ترانزليشن لباقي الام ار ان اي ابدا قال لك يحصل ترمينيشن او اسميها اسم كده بري ماتشور بريماتيور يعني قبل ما اوصل للاخر يحصل بريماتيور ترمينيشن اوف ترانزليشن وادون بروتين اصغر شويه ما اسميه اي او بي بروتين فجاتها مقاله سيتك عجبك جزء منها ترانسكريبشن الدي ان ايه بتحول الام ار ان ايه ترانسكريبشن الام ار ان ايه بتطلع لنا بروتين ده وماينص يقول لك فلورا اشمعنى بتاع الليفر اسمه اي او بي 100 وبتاع الانتستين اسمه اي بي بي 48 عشان اسم الاي او بي 100 حصل ترانزليشن ل 100% اوف ام ار ان اما الاي او بي 48
has a translation, le 48% of the emolument. أو حد تاني بقى بيحفظ شوية. بيقول لأن الـ A و B 100 المولكيولار ويت 100 كيلو دالتون. أما الـ A و B 48 مولكيولار ويت 48 كيلو دالتون. يعني لو بنستخدم الفهم أحسن طبعا. 100 عشان حصل ترانزيشن ل 100% لكل امرجنت فاسمه A و B 100. الـ A و B 48
With a shoulder, that is a shoulder. Life is bad. Yeah, the half life of memory. What a man without the efficiency of translation and splicing, yeah, the cutting off. أفلا توكسين أفلا توكسين أفلا توكسين أفلا توكسين أفلا توكسين
طب احنا الشهر بعد ايه لسه ما تعرفش
العملي يعني هنذاكر العملي ولا السبرينج مفيش حاجه تفوقنا غير الكارير يفوقوا بقى عندك سكشن Yeah.